نقابل ناس نفارق ناس وماشية الحياة عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، أنا عامل إيه؟ وده جرح وده مجروح وده عايش على الماضي، وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحلالنا بنزعل ليه؟ ومين الدنيا دي ماله؟ محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارف إنها في يوم ما نسيبها واخديني، مادام سايبينها سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ نصيحة، عيش وما تخليش في حاجة شغلة تفكيرك غير الفرحة وغير ضحكة، ما بتفارقش ملامحك ومش بتروح ترتب ايه وتحسب ايه، نصيبك كله هيصيبك، لكن عافر مع الفرصة وما تسيبهاش في يوم ابدا تضيع وتروح. ومين الدنيا دي ماله؟ محدش ضامن الأيام، يا بخت اللي رضي بحاله وفرق بين حلال وحرام، سؤال وإجابته عارفينا في يوم ما نسيبها واخدين إيه؟ مادام سايبنا سايبنا هنتضايق ونزعل ليه؟ دقيقة بص كده حواليك هتلقى شمس بتنور، وبعديها في عز الليل قمر سبحانه منصور، منور ليك تملي الامل موجود قريب للي شايفينه، هتتفائل هتضحك لك في غمضة عين، هتلقى الدنيا ملك ايديك، حياتنا ساعات بنرسمها وبنجملها بالالوان، في لون نختاره يكتمى ولون يدي لحياتنا امان، همومك بكره هتعدي مفيش حاجه ما بتعديش، حياه عايزك تكون عينه دي وكل ما تقوى فيها تعيش، نقابل ناس نفارق ناس وماشيه الحياه عادي، حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية، هنعمل ايه؟ ده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي، واحوالنا دي بتحير ولو نرضى هتحللنا بنزعل ليه؟